إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فمنذ أعوام يعني كان المنتخب القومي المصري يلعب في دولة عربية شقيقة كلكم يعرفونها، وحينما يعني مش هقول أهين المنتخب القومي أو مثلا يعني اتشتم المنتخب القومي، لا ما أكرمش يعني ما كانش الموضوع على مستوى الإكرام المطلوب. قامت الدنيا ولم تقعد، وقامت وسائل الإعلام عندنا ولم تقعد، حتى أعلى القيادات السياسية عندنا تدخلت في هذا الشأن، حتى عموم الشعب كان مستفار استثارة غريبة، حتى برامج التحليلات الرياضية أيامها كنت تحس أنها برامج تخطيط لحرب عالمية وليست مجرد برامج رياضية تتناول لعبة من الألعاب، وكان الأمر في غاية الخطورة، وكان الأمر مهدد بتصعيد سياسي خطير جدا جدا جدا. ليه؟ لأن المنتخب القومي بتاعنا يعني هنقول أهين مثلا، هنقول اتشتم، وده ما حصلش، ولكن فرضا إن الناس قرأت الأمر على هذا المحمل، واليوم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يسب النبي صلى الله عليه وسلم في مئات الجرائد عبر العالم، ولا يوجد أي رد فعل لا على مستوى القيادة السياسية ولا على مستوى الفن والإعلام ولا على مستوى البرامج بتاعة القنوات ولا على المستوى الشعبي. اليوم يسب الله من الملحدين، ويسب النبي صلى الله عليه وسلم من الجرائد الغربية، ويسب الصحابة من مقدمي برامج التوك شو، ويسب التراث، ويشتم العلماء، علماء الأمة وليس علماء الأنفس فقط، وإنما علماء 1300 سنة هكذا يقولونها صراحة، ولا يقدم أحد قدما ولا يؤخر أحد قدما. ماذا لو كان المنتخب القومي؟ ماذا لو كان المنتخب القومي؟ لو كان اللي بيتشتم الوقت ده هو المنتخب القومي، لو كان اللي بيتشتم الوقت ده قيادة سياسية أو رئيس دولة، لو كان اللي بيتشتم الوقت ده حد من الفنانين أو الممثلين، قضية في غاية الخطورة يا إخواني في الله. جولدا مائير لما حرقوا المسجد الأقصى، حينما أحرق اليهود المسجد الأقصى عملوا معاه حوار بعدها، فقالوا يعني إيه موقفك أو إيه يعني إحساسك الآن؟ فقالت ندمنا أننا لم ننس في المسجد الأقصى. قالوا لها ليه؟ قالت لهم حينما أحرقنا المسجد الأقصى اختبأ قيادات اليهود في المخابئ ليظن أن المسلمين هيولعوا الدنيا، فلم يوجد أي رد فعل غير ردود أفعال نشجب ندين نستنكر. تقول فندمنا أننا لم ننس في المسجد الأقصى، يا ريتنا كنا نسفنا مرة واحدة وخلصنا. هكذا نعرف من السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتم؟ مين؟ إن إحنا لو هم عاملين لنا أي هيبة، لو هم عاملين لنا أي هيبة ما كانوش عملوا كده، ولكن للأسف الشديد ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. نزع المهابة من صدور العالم تجاه المسلمين هو ما يحدث الآن إخواني في الله. يعني إيه؟ يعني في غزوة أحد سيدنا حينما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام
او في اي موقف من موقف السيرة، حينما اوذي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا بيعملوا ايه لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتدى عليه او بيؤذى او بيتعرض لاي درجة من درجات الاذى؟ اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يفعلون وماذا كانت ردود افعالهم؟ سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لا يزال كافرا وعاد من خارج مكة، فقالوا له ان ابا جهل او ان ابا الحكم بقى يسب محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب الى ابي جهل ولطمه لطمة شج بها رأسه وقال له: اتسب محمدا وانا على دينه؟ اتسب محمدا وانا على دينه؟ وانا على ديني دي كانت شجة في قلب ابي جهل اشد من الشجة اللي في رأس ابي جهل. قضية وانا على ديني اخطر رد وابلغ رد اترد عن النبي عليه الصلاة والسلام على مدى 1400 سنة هو الرد بتاع سيدنا حمزة حينما قال وانا على ديني، واسلم حمزة غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل حمزة الاسلام غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام. اتسب محمدا وانا على ديني. سعد بن الربيع الانصاري حينما كان يموت في غزوة احد والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يسأل عنه فادركه وهو يموت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، فقال ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وابلغ قومي الانصار الا عذر لكم عند الله، الا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف، الا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن ابي طالب حينما تعرض النبي للخطر نام في فراش النبي. يعني ايه نام في فراش النبي؟ يعني مهم سيدنا علي كانت ايه بالظبط يا جماعه؟ مهم سيدنا علي انه كان يتغطى، فلما المحاصرين بيت النبي عليه الصلاه والسلام يبصهم يلاقوا في واحد نايم فيبقى هو النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي حقيقه انطلق في طريق الهجره هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فطول ما سيدنا علي نايم طول ما هو بيأخر معاد معرفة قريش ان النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في الطريق. طول ما سيدنا علي نايم كان المفترض انهم حتى لو ضربوه بالسهام حتى لو رموه ما يتحركش من مكانه، لا يقول لهم انه ليس محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ونجح سيدنا علي في المهمة، ولكنها كانت مهمة استشهادية. يعني استشهادية يعني كان ابسط حاجة لما يلاقوا سيدنا علي انهم يقتلوه، ده شيء بسيط جدا رد فعل متوقع. ان ولكن سيدنا علي بن ابي طالب ضحى بنفسه من اجل ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحى بحياته او عرض حياته لخطر محقق من اجل ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي هو في غزوة خيبر حينما اصاب الرمض عينيه، يعني لما كان يعني شبه اعمى ومن المرض اللي في عينيه جسمه كله رائد في الارض، يعني تخيل المرض اللي في عينيه شكله ايه. فلما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة خيبر قال في صحيح البخاري: انا اتخلف عن رسول الله، انا اتخلف عن رسول الله. شالوه يعني متشال، انما بقى جنب النبي وانا متشال. سيدنا علي في غزوة خيبر مسك باب حصن كامل وتضرع به، يعني عملوا درع ليه في غزوة خيبر. يعني هو رايح مع النبي عليه الصلاة والسلام بيموت من المرض، لما قام ونصر دين الله ونصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله واعطاه من القوة والمدد حتى حمل باب حصن، يعني مش هقول لك باب زي باب المسجد مثلا، وصار درعا له ضد الايه؟ ضد اليهود في غزوة خيبر. يعني احنا بنستشفي بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احنا بنستمد من الله المدد بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت حاله، ثم صارت هكذا بسبب كلمة انا اتخلف عن رسول الله. يعني اللي يسيب النبي ده يبقى متخلف، دي كلمة سيدنا علي في صحيح البخاري: انا اتخلف عن رسول الله. ما ينفعش اسيبه من غير منصره، ما ينفعش اسيبه من غير ما ايده، ما ينفعش اسيبه من غير مصحبه. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا وماذا كانت ردود افعالهم؟ طفل صغير كده في اعدادي، يعني قضية شتم النبي عليه الصلاة والسلام كانت قضية مستثارة في الامة. هو النبي كان بيتشتم ايامها؟ هو الكفار من يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهم يحاربونه بكل الوسائل، من ضمن الوسائل هذه الوسيلة. فغلام في اعدادي اسمه معاذ بن عفراء ومعوذ، معاذ ومعوذ بن عفراء، يعني في غزوة بدر قالوا لعبد الرحمن بن عوف: يا عماه اين ابا جهل؟
لئن لقيناه لا يغادر سوادي سواده حتى يقتل الثاني الاعجل منا. مش ممكن هنسيبه ليه؟ سمعنا انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده الفكر ده ما كانش فكر الكبار بس ولا فكر، ده كان فكر حتى الاعدادي، حتى يعني اطفال اخر ابتدائي واعدادي كان ده الفكر بتاعهم. النبي عليه الصلاه والسلام ما تشتمش، النبي ما فيش حد يتجرأ عليه، بل قد كان فكر النساء، بل قد كان فكر النساء لما ام عمارة رضي الله عنها يعني جاءوا ليعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، وعبد الله بن قمأة يعني حفر النبي صلى الله عليه وسلم حفرة هو عقبة بن ابي وقاص، والنبي صلى الله عليه وسلم اصيب بها فيها، وقفت تدافع عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصيب كتفها حتى اصيب كتفها بجرح غائر لو وضعت فيه كفة يدك لغارت فيه لمدة عام كامل. فقالوا لها ومن يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ فقالت واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربت ابنائها على حب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ابنها حبيب بن زيد الى مسيلمة الكذاب مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب لما لقى حبيب بن زيد جاي مبعوث من عند النبي عليه الصلاة والسلام الفرصة، فتح ابواب القصر بتاعته كلها ولم كل اهل اليمامة حواليه ووقف يكلم حبيب بن زيد، فقال له أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم أشهد. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع. مش سامع، أنت بتقول إيه؟ علي صوتك كده، بيتريق عليه قدام قومه. مسيلمة الكذاب ما كانش متوقع إن في قلب قوي لدرجة إن هو يعمله مضحكة قدام الناس بتوعه، فأمر من معه السيف أن يقطع جزءا من يديه، ثم قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال نعم أشهد. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع. ده هو مصمم بقى يغيظه، يعني بينزف ومصمم يحرق له دمه، فظل يقطع في جسده حتى قطع ثلث جسده، ثلث جسم سيدنا حبيب بن زيد قطع وهو يصمم أن يسخر من مسيلمة الكذاب حتى لا يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمه الذي كان يقطع في جسده رحمه، فطعنه في قلبه طعنه فقتل حبيب ابن زيد. وام عمارة بعد كده هي اللي قتلت مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة. ام عمارة رضي الله عنها هي وحشي ابن حرب اللي قتلوا مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة. ام حبيب ابن زيد ذلك الشهيد الذي قطع جسده من اجل الا يقال كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما شتم رسول الله، حينما تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداؤه، قصيدة حسان بن ثابت الذي استشهدت به السيدة عائشة بعد ذلك على عظمة مقام حسان بن ثابت وانها لا تؤذيه رغم انه تكلم عليها في حادثة الافك وانها سامحت من اجل ذلك البيت من الشعر. فان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداؤه، حينما خاطب المشركين قال لهم انا واللي املكه فداء لكلمة بس تقولوها على النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما علق سيدنا خبيب رضي الله عنه علقه ابو سفيان على نخلة في التنعيم وهو قبل ان يقتلوه، واخذوا يعني يقصفوه بالسهام في يديه ورجليه، يعني ايه بيموتوه بالبطيء كده. ثم وقف ابو سفيان وقال له اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ ايه رأيك بقى؟ شوف انت بتموت عشانه الوقتي وبتموت عشان دفعت عنه، شوف بقى ايه رأيك بقى؟ مش كان نفسك الوقتي تبقى انت واستعيالك وبيتك بدل ما مراتك هتترمل وعيالك هيتيتموا وانت هتموت ومحمد كان يبقى مكانك؟ فقال والله ما احب اني في اهلي وبيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه. ما احب، هي دي العواطف يا اخواني في الله، هي دي قضية العاطفة. من الذي يملك ان يزعم انه يحب انسان ثم يشتم هذا الانسان فلا يرد عنه، فضلا عن ان يكون هذا الانسان هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحب فتاة لو امه قالت له كلمة عليها
بيتحمر وجهه ويفضل يدافع. اللي بيحب ابوه لو سمع واحد بيشتم ابوه بيقلب الدنيا كلها، فما بالنا يشتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا نرد؟ باي وجه سنلقاه على الحوض؟ باي وجه سنطلب منه ان يشفع لنا عند الله؟ باي وجه سنسال الله ان يرزقنا صحبته في الفردوس الاعلى؟ باي وجه سنطلب منه ان نسقى من يديه على الحوض؟ باي وجه؟ خلنا يعني واحد راى النبي صلى الله عليه وسلم يشتم ويؤذى وهو لا يرد، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الموضوع ما يهموش. ده معناه ايه؟ معناه ان شواغل حياته العامه مستهلكه نفسيته بحيث ان ما عادش عنده نفسيه يرد عليها بعد هذا. ليس هذا هو حال من يحب، ليس هذا هو حال المحبين، ليس هذا هو حال المعظمين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حينما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا لما النبي عليه الصلاة والسلام هجم عليه في غزوة أحد والجيش انفض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وله الجنة. يعني العرض واضح، من يردهم عنا وله الجنة. العرض واضح والعرض لا يزال ساريا، والعرض من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال ساريا في الأمة إلى يوم القيامة. من يردهم عن حبيب الله وله الجنة؟ من يرد عليهم ردا يحرق قلوبهم كما رد حمزة بن عبد المطلب أو غيره من الصحابة وله الجنة؟ من يردهم عنا وله الجنة؟ أبو دجانة رمى نفسه على جسم النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لك حتى صار ظهره كالقنفذ، لأن الأسهم اللي كانت موجهة للنبي. الموقف خطير يا جماعة، ده قائد المسلمين والمشركين تكلموا عليه، والمشركين يعني فرصة، ومعظم الصحابة إن لم يكن كل الصحابة مش موجودين، فكانت بالنسبة للمشركين فرصة، وبالنسبة للقلة اللي واقفة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام أخطر عملية استشهادية في حياته. عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يسألون إلى قبل أن يموتوا: ما أشد موقف لقيتموه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ كان الصحابة مجمعين على اللحظة دي، كان الصحابة مجمعين على إن اللحظة اللي الجيش انفض عن النبي في أحد والمشركين هجموا عليه، كانوا بيقولك دي أخطر لحظة في السيرة النبوية، ودي أشق لحظة على نفسيتهم في السيرة النبوية. إنما النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسأل لم يكن يقول هذه اللحظة، لم يكن يقول أنها أشد لحظة لقياها، إنما اللحظة اللي النبي بقى عليه الصلاة والسلام كان يقول أنها أشد لحظة على نفسه، اللحظة اللي طرد فيها من مكة وذهب للطائف يدعوهم، فطرد من الطائف فوقف بين مكة والطائف. دول رفضوا الدعوة ودول رفضوا الدعوة، ودول معرضين نفسهم لجهنم ودول معرضين نفسهم لجهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. المكان ده الآن يا جماعة يعني انتوا عارفين المكان اللي بيحرم منه أهل الطائف، يعني المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف فيه يوما من الأيام تنزف قدماه، وقد طرد من بلده وطرد من البلد التانية اللي رايح يدعو فيها إلى الله، ولا يدري إلى أين يذهب ولا يدري إلى أين يدخل. وما بين الطريقين 26 قبيلة عرض عليهم الإسلام ولا قبيلة أجابت، يعني الدنيا كلها رفضت الدعوة، يعني الدنيا كلها رفضت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد لحظة على قلبه في السيرة كلها، اللحظة اللي الناس بتعرض نفسها فيها لجهنم، مش اللحظة اللي النبي كان بيتقتل فيها. يعني النبي نفسه بالنسبة له الخطر على آخرتك أشد على قلبه من أشد أذى تعرض له عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يحبك هذا الحب، فمن منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا؟ إذا كان حب النبي عليه الصلاة والسلام لينا، فأين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ده حب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جلو دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. النبي مر بظروف، أي ظرف منها كان كفيل إن هو يدعو الله بها. يعني النبي يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، شهرين كاملين مفيش رغيف عيش سخن، النبي عليه الصلاة والسلام يأكل هو التمر والمية، ومع ذلك لا يستعمل هذه الدعوة المستجابة في هذا الأمر. ليه؟ مدخرها ليك أنت، مدخرها ليك انت، يعني انت نجاتك اهم عند النبي عليه الصلاة والسلام من اي جائحة تمر به. النبي عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا في اخر سنوات من حياته عليه الصلاة والسلام،
ومع هذا لم يدخر هذه لم يستخرج هذه الدعوة وإنما ادخرها لك. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لتهديدات كتير جدا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يستخرج هذه الدعوة. كان ممكن يرجع بيته فيطلب الطعام فلا يوجد إلا الخل، يعني في عيش وخل، فيغمس العيش بالخل ويأكله ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ده إمتى وهو بيقاتل 130 معركة، 130 غزوة أسرية في 9 سنين في المدينة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إنقاذ البشرية من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف استعمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الاستعمال من أجل إنقاذ البشرية من النار، ومع هذا يروح بيته يلاقي عيش وخل فيقول نعم الإدام الخل. وبعد هذا الجهد المهول كله يجي النبي عليه الصلاة والسلام في آخر مرة مشي فيها خارج بيته، آخر مرة ورايح بيت السيدة عائشة يمرض قبل أن يموت بأيام عليه الصلاة والسلام، فلم يكن قدما تقوى على حمله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان العباس شايله يعني راسه تحت كتف للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي راسه تحت كتف تاني، وشايلين النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله رجلاه تخطان في الأرض. يعني ايه تخطان؟ يعني ما عادش قادر يمشي على رجليه، يعني رجليه بتزحف، هم شايلينه ورجليه بتزحف وراه عليه الصلاة والسلام، ورجلاه تخطان عاملين خطين في الأرض وراه عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الجهد المهول الذي بذله في الدعوة إلى الله آخر 3 سنين في حياته ألم صدرية حينما قال للسيدة عائشة قبل أن يموت هذا أوان انقطاع أبهري، يعني النبي كان بيواجه ألم ذبحة صدرية شديدة جدا في آخر 3 سنين في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألت السيدة عائشة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس، بعد ما الناس حطمته، بعد ما الناس حطمت صحته من كتر ما اكثروا عليه في الدعوة ومن كتر ما بذل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته وهو عنده 62 سنة وخارج يقاتل في غزوة تبوك 1500 كيلومتر في عز الصحراء وفي عز الظروف الرهيبة ويحصل للجيش مجاعة ويحصل للجيش عطش، النبي ما كانش بيقاتل هذا القتال وهو في كامل قواه الصحية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل على نفسه من اجل الدعوة الى الله، من اجل الدعوة الى الله، ويعود الى بيته فيجد الخبز والخل فيقول نعم الإدام الخل. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان ينقذ الأمة، كل ده حب من النبي عليه الصلاة والسلام في هداية الناس وفي انقاذ الناس. المنافقين حاولوا يقتلوه، اليهود حاولوا يقتلوه، المشركين حاولوا يقتلوه، الاعراب حاولوا يقتلوه. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمحاولات اغتيال كثيرة جدا، الاعراب حاولوا يقتلوه لما الاعراب اخترت السيف عليه وقال من يمنعك مني، المشركين حاولوا يقتلوه زي ما خنقوه في صحن الكعبة في عام الحزن، اليهود حاولوا يقتلوه اكتر من مرة لما حاولوا يلقوا عليه الحجر من بني النضير، لما المرأة سمت له الشاه بعد فتح خيبر، المنافقين حاولوا قتله في غزوة تبوك وهو قاعد عائد من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، يعني من اول حياته لاخر حياته مهدد بالقتل، ومع ذلك لا يتوقف من اجل انقاذ الناس من النار ومن اجل انقاذ البشرية من النار. هذا نبينا. يبقى اخطر رد على الغرب انك انت تعمل زيه، يبقى اخطر رد على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلع ناس نفس النموذج بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا عرفنا يا اخواننا لماذا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، لان مفيش هبل اللي وراه، مفيش هبل، قائد وراه مليون واحد، ولكن مليون واحد ما لهمش اي وزن في عين الاعداء. المشكلة ان 20 واحد من الاعداء يهجموا على القائد فيصيبوه بالسيوف والطعان والرماح ثم يرجعوا، هم عارفين ان المليون اللي وراه اخرهم شوية كلام، اخرهم شوية ندين ونشجب ونستنكر. وللأسف حتى المرة دي سمعنا ندين ولا نشجب ولا نستنكر، لا من قناة سياسية ولا من فنانين ولا من برامج ولا من اعلام ولا، وكأن الامر لا يعني احدا، وكأن الامر لا يصيب احدا في اي شيء، وكأن الذي يشتم ليس الذي ستقف غدا يوم القيامة من اجل ان تتمنى شفاعته عند الله، من اجل ان يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا، لماذا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم؟
في يوم من الايام الامام الغزالي كان جالس في المسجد الاموي والتتار دخلوا بغداد واسقطوا الخلافة العباسية، خدوا اخر خليفة عباسي حطوه في شوال وظلوا يضربوه بالاقدام حتى قتلوه، ثم واسقطوا الخلافة العباسية وقتلوا 2 مليون مسلم ومسلمة في بغداد، حتى كانت جماجم الجماجم كالجبال، وحتى صارت هناك اوبئة في بغداد من عدد القتلى في العراق عموما. وفر بعض اهل العراق الى الشام، دخلوا المسجد الاموي وفيه الامام الغزالي رحمه الله، فظلوا يصرخون ويولولون ذبحونا وقتلونا وبهدلونا، والمسلمين هناك قعدوا يعيطهم واللي صوت يصوت. فالشغل الامام الغزالي رحمه الله قال خلاص يعني اهل الشام الوقت هيطلعوا هياكلوا التتار اكل، هيقطعوا التتار تقطيع شويه، ولا فلان روح لبيته ولاده، وفلان راح يشوف الدكان بتاعه، وفلان راح يشوف المصالح بتاعته، وخلي المسجد الاموي، المسجد خلي فضي. فهنا صدم الامام الغزالي صدمة حياته، وكان من اثار الصدمة ديت انه اغلق بابه عليه عدة سنوات لم يخرج، والف كتاب احياء علوم الدين في هذه السنوات منهج تربوي. ليه؟ لانه قال ان الامة تحتاج ان تتربى من جديد. اللي بيحصل ده لما يتقطع المسلمين في العراق بالمنظر ده، والمسلمين في الشام قضيتهم مصالحهم وقضيتهم احوالهم الخاصة، قال لك يبقى المسلمين محتاجين يربوا من جديد. يبقى لماذا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه الجريدة اللي نشرت الرسوم المسيئة بقت مئات الجرائد الان بيجاملوا بعض او بيتناصروا مع بعض؟ ما يوم القيامة ربنا بيقول لهم ما لكم لا تناصرون في الدنيا، كل اهل الباطل بينصروا بعض. اذا شتمت يعني ممثلة يعني علم الجميع ما رأى منها في الافلام قدام عينك، الكل وقف ينصرها. اذا شتم يعني اي فاسد كل الفاسدين وقفوا ينصروه. اذا جريدة شتمت النبي عليه الصلاة والسلام كل جرائد العالم من اهل الكفر تناصرها. هكذا اهل الباطل مع بعضهم. فيوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لهم ما لكم لا تناصرون. هو انتوا النهاردة مش موجبين مع بعض ليه؟ هو فين التوجيب اللي انتوا كنتوا بتوجبوه مع بعض في المدينة في الدنيا؟ حتى ان في حديث جريش لما المرأة الزانية اتهمته بالزنا واتهمته ان ولد الزنا ده ابنه، فهذا مصامعة بتاعته، فلما دخل جريج المحكمة عشان يتحاكم فرأى المومسات واقفين فتبسم، افتكر لما امه دعت عليه اللهم لا تمته حتى تري وجوه المومسات، وهو سمع امه بتدعي عليه وبيصلي وكمل صلاة وعدى الموضوع يعني 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 اللهم لك الحمد يعني ربنا يغثنا من عاقبة عقوق الوالدين. فجريج وجد المومسات فتبسم. يعني الواحد لما بيقرا الكلمه دي بيضحك. هو المومسات اللي مودينهم المحكمة بيوجبوا مع اختهم، بيوجبوا نقابة المومسات كلهم واقفين بيوجبوا مع بعض، بيوجبوا ما عندهمش استعداد ان حد منهم يقع، لان لو حد منهم وقع او شوه صورته يبقى معناه ان كلهم جاي عليهم الدور، انما يقفوا مع بعضهم ويتناصروا. فما بالوا اهل الحق لا ينصرون قضية الحق ولا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ليه بيشتموا النبي؟ يعني السبب ايه؟ يعني السبب يعني هو ما يشتمش النبي ليه؟ يعني تعالى هنا للاعلام بتاعنا، للاعلام بتاعنا احنا مش الاعلام بتاعهم هم، للجرائد بتاعتنا احنا مش الجرائد بتاعتهم هم. الله يشتم، يجيب لك واحد ملحد يتكلم ويقول لك ده حرية رأي، وحرية الرأي على الالحاد، والاهل الدين هم اللي يكمم افواههم، انما الملحدين حرية رأي ان هم يشتموا في ربنا عينك كده. الرسول يشتم عليه الصلاة والسلام، بل سنته تشتم، بل العلماء الذين حملوا سنة النبي 1300 سنة بيتقال كده عيني عينك، كل ده كلام فارغ يا جماعة وسيبكم من الكلام ده. بل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا سنته يشتمون، ويطلع واحد يقول لك يا عم فتوحات اسلامية ايه؟ ده كانت عشان الستات، ده كانوا بيفتحوا البلاد عشان الستات. امال ما راحوش موزمبيق ليه؟ ومن قال لك يا جاهل ان هم ما راحوش موزمبيق؟ ومن قال لك يا جاهل ان الفتوحات ما وصلتش وسط افريقيا، وان الفتوحات ما راحتش البلاد هذه البلاد التي فيها البشرة السوداء؟ الصحابة البراء بن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن، وسعد بن ابي وقاص اللي فتح مصر رمى نفسه من فوق الحصن في عملية استشهادية عشان يفتح الباب من الداخل، كان رايح عشان الستات. خالد بن الوليد اللي انتقل من العراق الى الشام
عبر صحراء قاحلة لم تسير فيها قدم. عملية استشهادية بس مش لفرض. الجيش كامل, جيش كامل بيعمل عملية استشهادية, ممكن الجيش كله يموت فيها. طريق لا يوجد فيه دليل, وصحراء لم يعبر فيها انسان. كان عشان الستات يا جماعة. الدماء التي تفرقت قبور الصحابة في الكرة الارضية كلها من مشارقها الى مغاربها, 120,000 صحابي اللي مدفون في البقاع منهم 10,000, و110,000 تفرقت قبورهم في الارض عشان الستات يا جماعة. فالصحابة يشتمون والناس ما بتردش, فيش حد, ناس تفتح بقها كده وبعد كده تشد اللحاف وتنام. فبأي وجه سنلقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولك انا عايز ابقى مع اصحابه في الجنة, انا عايز ابقى مع النبي في الجنة. ازاي يعني؟ بايه بقى؟ بايه اللي احنا بنعمله عشان ديننا ده؟ لو طالب ثانوية عامة عمله عشان ثانوية عامة, يجيب بقى كلية ايه بقى ده؟ المجهود اللي احنا بنبذله في العبادة وفي الدعوة الى الله ده في الثانوية العامة يجيب ايه؟ ده في الشغل يجيب كام في اليوم ده؟ ولا في الشهر يجيب مرتب كام ده؟ لو احنا بذلنا هذا المجهود من اجل الدنيا فيجيب ايه ده؟ اخواني في الله, اخواني في الله, نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما يشتم من الغرب يجب ان ننظر الى ان القضية زي بالظبط كده ما تروح لواحد مثلا امريكي نزل القاهرة وبيعاكس بنت فتقول له عيب بلاش تقرب من بنات المسلمين, هيبص لك ويضحك. بنات مين يا عم انت تضحك على نفسك؟ يا عم ما انتوا نفسكوا قاعدين تعاكسوا في البنات بتوعكم. هو انت مش لما انت تروح حرمتها اما انا كمان رايح حرمتها بعد كده؟ مش لما انت الاول تصونها وانت اللي من دينها وانت اما انا كمان اصونها بعد كده؟ قضيه في غايه الخطوره يا جماعه. اذا كان يعني صدمه النبي عليه الصلاه والسلام في من خذلوه اشد من صدمه النبي عليه الصلاه والسلام في من شتموه. صدمه النبي عليه الصلاه والسلام في من خذلوه اشد من صدمه النبي عليه الصلاه والسلام في من شتموه. هو النبي لو بعث الوقت وقلنا له الحق يا رسول الله بره بيشتموك, والنبي بص كده على منظر المتبرجات في الشوارع, وبص على منظر المواقع الفاسدة على النت, وبص على منظر قنوات الاغاني والكليبات, واتفرج على التوك شو كده وسمع ثوابت الدين كلها بتحارب من الجذور وتخصصات. واحد ماسك الصحابة وقعد مركز, واحد ماسك التراث وقعد مركز, واحد ماسك الشيوخ النهاردة وقعد مركز, وواحد ماسك السنة والبخاري وقعد مركز, وواحد ماسك لك الالحاد وقعد, ده متخصصات, ده فهم يوزعون, ده متوزعين, ده توزيع, ده تخطيط, ده يعني. النبي عليه الصلاه والسلام لو شاف هذا الامر قلنا له الحق يا رسول الله انت اتشتمت بره, هيقول ايه؟ بره مين؟ تعالوا ما تشوف جوه الاول. هي المصيبه في ان واحد كافر شتم النبي عليه الصلاه والسلام. ما الكفار طول عمرهم بيشتموا النبي عليه الصلاه والسلام. في حياه النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك بعد فتح مكه بعامين, في غزوه تبوك بعد فتح مكه بعامين, لما النبي عليه الصلاه والسلام كان خارج في تبوك ففقد الماء, يعني مش مجاعه, عطش. غزوه تبوك حصل فيها مهلكه من العطش, والصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وقالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا, يا رسول الله خلاص ضايعين, احنا ضايعين ضايعين. فقال لا هلك عليكم, مش انتوا اللي ربنا يسيبكم, مش انتوا اللي خارجين تنصروا دين ربنا اللي ربنا يتخلى عنكم, مش انتوا اللي بتنصروا دين ربنا اللي ربنا هيتولى عنكم, مش انتوا, لا هلك عليكم, ثقوا في الله, ايقنوا في فرج الله. فبيدوروا على الميه فلو ست عجوزه كده, يعني بصوا يا جماعه الطريق ده معناه ايه؟ احنا مش مشينا بقى في القرى ولا مشينا في المراكز ولا مشينا في النجوع, ده نجوع 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 الجزيره العربيه, انت في دهاليز الجزيره العربيه. فقالوا لها اين الماء؟ فقالت ايها ايها ميه مين يا عم انتوا؟ ميه ايه؟ انتوا فين والميه فين؟ ايها ايها. فقالت لهم من انتم؟ انتم مين؟ فقالوا لها نحن مع محمد عليه الصلاة والسلام. اول ما سمع كلمة محمد صحيح مسلم قالت الصابئ الصابئ, هو انتوا جايين مع الصابئ؟ يا نهار ابيض, انتوا عارفين لما ننزل قرية من قرى الصعيد او بعض الناس ينزلوا يوزعوا معونات خيرية فيقابلوا واحد فيقول لهم اخبار الرئيس جمال عبد الناصر ايه؟ ما هوش عارف اصلا ان الدنيا مشت, ما هوش عارف الاحداث, ده معزول عن الاعلام والحياة. او بالظبط كانت مكة اتفتحت والجزيرة العربية اسلمت, وديت بتقول لك اصلا ده معناه يا اخوانا ان شتم النبي صلى الله عليه وسلم والدعاية ضد النبي قد بلغت كل مبلغ في الجزيرة العربية, لدرجة ان بعد سنتين من فتح مكة وبعد 9 سنين من الهجرة لا يزال هناك ناس في الجزيرة العربية ما تعرفش كلمة محمد غير انه الصادق. الحرب الاعلامية المشوهة لرموز هذا الدين ليست حرب جديدة,
الكفر ليس جديد والنفاق ليس جديد والإلحاد ليس جديد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو عايش طلع أربعة مدعي نبوة وهو عايش قبل ما يموت، أربعة مدعي نبوة طلعوا والنبي عليه الصلاة والسلام لسه عايش. أصل الخوارج طلع والنبي عليه الصلاة والسلام لسه عايش. كل هذا ليس جديد وكل هذا سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الدين، ان اهل الباطل لن يكفوا عن محاربة هذا الدين. ولكن ماذا نحن فاعلون؟ اذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم تحمل من اجلنا كل هذا التحمل، فاين رد الجميل؟ اذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد احبنا كل هذا الحب وهو رجع من غزوة بدر، كان اليوم بتاع موت السيدة رقية، رجع على دفنة بنته، رجع من غزوة بدر في اول رمضان المسلمين بيصوموه قبل اول عيد صغير على دفنة بنته رقية، ولم يتوقف عن الدعوة. ابنه الوحيد الذكر الوحيد مات ابراهيم وفي نفس اليوم كان مجلسه مع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان صلاته بهم في صلاة الكسوف التي حدثت في ذلك اليوم. في نفس اليوم بنت زينب تموت رضي الله عنها بعد 6 سنين متأثرة بالجراح التي أصيبت بها أثناء الهجرة، لما هبار بن الأسود طعن الدبة اللي عليها السيدة زينب فسقطت وأقهدت وكسر ضلعها وأصيبت بالضبن، الضبن اللي هو الجراح المزمنة يعني الجراح المزمنة، وظلت تتألم منها 6 سنين لحد ما ماتت متأثرة بذلك الضبن. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتوقف عن الدعوة حتى في يوم موته ولا في يوم موت أم كلثوم، كل بناته وكل أولاده ماتوا، والوحيدة اللي عاشت بشرى بموتها قبل أن يموت السيدة مراته أحب النساء اللي في الدنيا، ماتت متأثرة بأكل ورق الشجر 3 سنين مجاعة في شعب أبي طالب. سيدة خديجة رضي الله عنها كلما أحب أحدا مات، أحب حمزة فقتل، أحب مصعب فقتل، أحب جعفر فقتل، كلما أحب أحدا مات. كأن الله يأبى إلا أن يعلق قلبه به وحده وإلا أن يسكن في قلبه حب الله سبحانه وتعالى وحده. نبي عليه الصلاة والسلام كم تحمل أحفاده، كم واحد من أحفاده ماتوا وهو جالس وسط الصحابة لا يفارق إنقاذ الأمة ولا يفارق أعمال بناء الدين عليه الصلاة والسلام. اللي عمل كل ده عشانك وقت ما يتشتم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ كيف الرد على هؤلاء؟ كيف الرد داخل مجتمعاتنا الأول؟ إذا كان سنة النبي بتتشتم في مجتمعاتنا، إذا كان الوقت حاجة عادية جدا إنك تلاقي واحدة متبرجة كاسية عارية وتطلع في برنامج وتتكلم عن صحيح البخاري، مين بيتكلم عن مين؟ تحس إن أنت الواحد هيجي له حول فكري، مين بيتكلم عن إيه؟ إيه يعني؟ هو أنتوا فاكرين إن الدين بتاع مش عارف مين بس ولا إيه؟ هو أنتوا فاكرين إن بتوع الدين دول هما اللي كانوا في الدين بس؟ طب مين البخاري دي تتكلم عن البخاري؟ سبحان الله العظيم يا اخواني في الله، حينما بردت عواطفنا تجاه حدود ديننا وتجاه حرمات ديننا في قلوبنا فبأي وجه سنلقى الله؟ قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني ربنا بيقول لي 30,000 واحد خارجين ورا النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، بيقول لهم ربنا مش محتاجكم في حاجة، وربنا فكرهم بموقف حصل من 9 سنين. اذ اخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، كانوا 2، انتوا الوقت 30,000 كانوا 2 وربنا نصر، كانوا 2 وكل الجزيرة العربية 500 كيلو متر بتدور عليه ومطلوب حيا او ميتا وانتد، والجايزة 100 ناقة، مين زي ما قلت لك الوقت اللي يجيبه حي او ميت له 100 مليون دولار والجايزة 100 ناقة والدنيا كلها بتدور عليه، وربنا نصره وربنا حفظه. الموقف ده ما حصلش في تبوك، الموقف ده حصل قبلها ب9 سنين في الهجرة، يوم الهجرة، والله ادخره لكي يحج الناس كلها به في ذلك الوقت، ويقول لهم ربنا النبي مش محتاج نصرتكم، انت حينما تنصر نفسك، لان في فرق بين الاسلام والمسلمين. المسلمين لو ضعفاء الاسلام عمره ما بيبقى ضعيف، لان الاسلام الله وليه، فلو ضعف المسلمون فلا يضعف الاسلام ابدا، للاسلام للدين رب يحميه. ولكن القضية قضية انت هتاخد الثواب ده ولا لا، انت هتنال هذا الشرف، شرف نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا. لما النبي عليه الصلاة والسلام صحابي بس لقى في لحيته حاجة كده قشاية ولا حاجة شلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخف الله عنك. عارف لما واحد يقول لك ربنا ياخد عدوينك، ربنا يشيل عنك الهموم، اخذ الله عنك، عشان شال بس كده شعرها من لحية النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة من لحية النبي علقت به. النبي عليه الصلاة والسلام لما ابو قتادة وهو في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام نام على الدب، نام على الدب دي يعني ممكن يقع يموت، فابو قتادة سنده وفضل ماشي كل ما النبي نام على الدب يسنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حفظك الله
بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه، ربنا يحفظك زي ما حفظتني. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من رجل صالح يحرسني الليل، من رجل صالح، ها، فإن الله مولاه وجبريل صالح المؤمنين. مش اي حد ربنا بيستعمله في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، الله يستعمل اصلح الخلق في نصرة النبي، فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير الملائكة بعد ذلك، يعني صالح المؤمنين الذين ينصرون النبي مقدمين عند الله على الملائكة. يعني نصرتك للنبي بترفعك عند الله اعلى من الملائكة، نصرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فإن نصرنا رسول الله فإنما ننصر أنفسنا، وإنما نحن المنصورون، وإنما نحن المؤيدون، وإن خذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ويلنا. تركيا لما حصل موقف دولة إسلامية استهانوا بالمصحف فيه والناس سكتت، ربنا ابتلاهم بزلزال 4 ثواني قتل 40,000 واحد. باكستان دولة إسلامية جدا لما استخدمت في الحصار على أختها وجارتها أفغانستان، ربنا ابتلاهم بمجاعات وبزلزال مات فيه الملايين بمجرد ايه، او مات فيه مئات الالاف بمجرد ايه. القضية مش قضية انت مسلم ولا مش مسلم، القضية قضية انت هتنصر النبي ولا مش هتنصره. اما النبي فلا يحتاج الى نصرتنا، ملك الجبال نزل له لما كل شتمه وقال ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين، لما كل سابه سعد بن ابي وقاص، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا اذكر ان كان في البخاري ام في مسلم، يقول وهو بيرجع يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، يقول وجدت عن يمينه وشماله رجلان يقاتلان لم ارهما من قبل، جبريل وميكائيل. يعني لما كل سابه ربنا ما سابوش. الله لما الغرب شتم النبي عليه الصلاه والسلام في الدنمارك قبل كده، ربنا ابتلاهم باعصف ازمه اقتصاديه مرت في تاريخ الغرب، لمن يذكر هذه التفاصيل، في اوروبا وامريكا كلها ازمه اقتصاديه لففتهم حوالين نفسهم. ان خذل المسلمون الاسلام فلن يخذله الله. القضيه قضيه انت حينما يعني تنافح عن دينك فانما تكسب ثواب الله، هو ده العهد اللي النبي عليه الصلاه والسلام عاهد الانصار عليه: وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، زي ما بتدافعوا عن بيوتكم تدافعوا عني، زي ما بتدافعوا عن اولادكم تدافعوا عني، وهذا هو الشرط الذي شرطه على الانصار من اجل ان يلتحق بهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، ماذا لو كان المنتخب القومي، ماذا لو كان الذي شتم في 200 جريدة في العالم هو المنتخب بتاعنا؟ يا نهار ابيض، ده كان زمان الدنيا اتقلبت والله يا اخواني. والله لو ممثلة عندنا كانت اتشتمت في 200 جريدة كان زمان الشرف الفني كله طلع. لو كان قيادة سياسية عندنا اتشتمت في 200 جريدة واترسم رسوم مساءلة ليها كان زمان حالة النفير العام اعلنت. اما حينما يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فاين رد الفعل من المسلمين؟ اين رد الفعل من المسلمين؟ لماذا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ على وجه الحقيقة بقى، يعني هم هو ايه اللي حرق قلبهم او بالمنظر ده؟ هل تعلمون يا اخواني ان الاسلام ينتشر في اوروبا وامريكا انتشارا مرعبا لاهل الباطل؟ يعني انجلترا فيها 12 مليون مسلم، هولندا بعد 15 سنة لو فضل معدل مواليد المسلمين بهذا المنظر ومعدل الاسلام بهذا المنظر هيبقى نسبة الاسلام فيها اكتر من 50%، يعني اكثرية مسلمة. هناك فيلم تنصيري كندي نزل بيحذر الغرب من معدلات انتشار الاسلام في اوروبا وامريكا بارقام ووقائع، بيقول لهم افيقوا قبل الكارثة بالنسبة لهم، بيقول لهم يعني الكنائس اللي كانت موجودة في كل مكان، كل يوم كنيسة بتتهد وبتبنى مكانها مسجد او كنيسة بتتقلب مسجد، وان كل المساجد اللي في اوروبا وامريكا دي كانت كنائس اصلا، يا كنائس يا معابد يهودية. فبيقول لهم افيقوا، لان في الوقت اللي معدل النمو البشري في اوروبا 1.5%، معدل النمو البشري عند المسلمين 8.1%، وقاعد يجيب لك الاحصائيات بتاعت الاسلام في كل الدول الغربية. يعني عايز اقول ان لماذا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانهم عاجزة امام انتشار الاسلام في ديارهم، لانهم عاجزون. ويعني في اشارة لحديث من احاديث اخر الزمان ان من سبب الحرب العالمية التي ستنشأ بين المسلمين وبين الغرب في اخر الزمان الذين سيسلمون من الغرب، ان الغرب سيطلب تسليم من سيسلمون من الغرب. وان كانت هذه اشارة، يعني وان كانت هذه اشارة الا ان فيها دلالة ان الغرب كثير منهم سيدخل الاسلام، كثير منهم ليس بين
بين هؤلاء القوم وبين دخول الإسلام إلا أن يعرفوا الإسلام، وليس بينهم وبين أن يعرفوا الإسلام إلا أن نعرف نحن الإسلام، وليس بيننا. هم يعرفوا اللي بيقرأ منهم عن سيدنا محمد بينبهر، مخه بيطير، شخصية تطير العقل من الدماغ للي يقرأ عنها عليه الصلاة والسلام، شخصية مذهلة مذهلة، لا يوجد في تاريخ البشرية شخصية بلغت هذا القدر من الأخلاق ومن القوة ومن الجمع ما بين حاجات مستحيل حد يقدر يجمع ما بينها، ومن كل الصفات المبهرة مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن من يعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يسخر عمره من اجل ان يعرفوا ما هو الاسلام؟ مين يا اخوان؟ الغرب، العقلية اللي متربى عليها عقلية بتسمح بانه يسمع. القضية قضية فينا احنا، المصيبة فينا احنا. ولكن يعني قبل ان يتهموا الاسلام بالتعصب، وقبل ان يتهموا الاسلام بالارهاب، وقبل ان يتهموا الاسلام بالدموية، وقبل ان يتهموا الاسلام بان هو اللي بيجيب الالغام وبيجيب الارهاب، ما نشوف الغرب نفسه الحروب اللي في التوراة، الحروب اللي في التوراة لما عدوا عدد القتلى فيها لقوا 1,650,000 بني ادم. ده في التوراة، شوفوا من كام الف سنة، 1,650,000 بني ادم. ده شوف بقى كل الحروب اللي النبي عليه الصلاة والسلام حاربها اتقتل فيها كام؟ اقل من 1000 واحد من المسلمين والمشركين كلهم، 1,650,000 بني ادم. عدد اللي اتقتل في من على ايد الغرب القرن اللي فات، القرن العشرين، 250 مليون بني ادم، ربع مليار بني ادم اتقتل بالقنابل والمدافع الغربية القرن اللي فات. ده عدد اللي اتقتل في الحروب بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني اللي اتقتل من العالم كله على ايديهم. يعني شوفوا قتلوا كام بالقنابل النووية في هيروشيما وناجازاكي، قتلوا كام في فيتنام. سيبك من كل ده، يعني الصورة التي انهت الحرب امريكا في فيتنام لما جابوا صورة بنت عندها 10 سنين عارية واصيبت بقنبلة نابالم حارقة حرقت لها جسمها كله، حرقت لها جسمها كله، ومن يومها والعالم كله يعمل حساب الاعلام. انما القضية مش كده، القضية قضية ان ازاي امريكا بتاعت المبادئ هي اللي تعمل كده. الحرب العالمية الاولى اتقتل فيها 15 مليون انسان، 15 مليون بني ادم. الحرب العالمية الثانية اتقتل فيها 55 مليون انسان، مع العلم ان عدد اللي قتلهم كجنود 15 مليون بس. امال اتقتل 55 مليون ازاي؟ قال لك 40 مليون مدني اتقتلوا على الاقل، 40 مليون واحد مدني بيضربوا في كل وحشية، وحشيين. لا يوجد وحشية في التاريخ اشد من هذا، لا يوجد ارهاب في الحياة اشد من هذا، لا يوجد تعطش للدماء اشد من هذا. لما ناس في 4 سنين يقتلوا 40 مليون مدني، الناس دي ايه؟ امريكا لما اكتشفوا الامريكا الشمالية لقوا هناك الهنود الحمر. اقوال المؤرخين ان عدد اللي اتقتلوا في الهنود الحمر على ايد الامريكان من 15 مليون ل 100 مليون، خلينا في اقل تقدير 15 مليون. كانوا بيعملوا مسابقة مين اللي بضربة سيف واحدة يشق واحد من الهنود الحمر نصين، يجيبها من وسطه يشق نصين، ومين اللي بضربة سيف واحدة يقطع جدار البطن الامامي ينزل امعائه. 15 مليون ده اقوال المؤرخين بتوعهم اتقتلوا على ايد الامريكان في هذا الوقت ابادة. فمن المتوحش؟ فمن هم المتوحشون في نفس الوقت اللي اكتشفت فيه امريكا؟ هو الوقت الذي اقيمت فيه محاكم التفتيش في الاندلس، والعذاب الوحشي الذي عذبوه للمسلمين في ذلك الوقت. هم نفسهم قتلوا بعض قد ايه؟ حرب الاهلية بين الكاثوليك والبروتستانت، حرب الاهلية بين الكاثوليك بتوع روما والبروتستانت اللي هم الوقت انجلترا وامريكا والمانيا، الحرب الاهلية بين الكاثوليك والبروتستانت في اوروبا، ضحاياها في فرنسا 10 مليون قتيل، ضحاياها في اسبانيا 1.5 مليون قتيل، ضحاياها في روسيا 11 مليون قتيل، ضحاياها في فرنسا 4 مليون قتيل، في روسيا 11 مليون قتيل، في المانيا 10 مليون قتيل، في اسبانيا 1.5 مليون قتيل. ده قتلوا بعض، ده هم بيقتلوا بعض، ده هم بيذبحوا بعض. فمن الوحشيون؟ ومن الهمجيون؟ ومن المتعطشون للدماء؟ ومن جايين يشتموا في الاسلام النهارده وتاريخهم اسود؟ بقول لكم القرن اللي فات بس قتلوا 250 مليون بني ادم، ربع مليار بني ادم اتقتل بالاله الغربيه العسكريه على ايد الاله العسكريه الغربيه، ربع مليار بني ادم
ثم يتهمون الاسلام اللي كل الحروب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها كلها من اول اخرها عدد اللي اتقتل مسلمين وكفار ما جابش 1000 واحد في 130 معركة اللي انا بكلمكم عنهم في 9 سنين ما تقتلش 1000 واحد. اخواني واحبابي في الله ديننا عظيم، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له من يدافع عنه ومن ينافع عنه ومن ينصره. انصروا نبيكم عليه الصلاة والسلام. ابلغ رد اترد عن النبي عليه الصلاة والسلام على مدى 1400 سنة كان رد سيدنا حمزة بن عبد المطلب على ابي جهل حينما قال له اتسب محمدا وانا على دينه؟ يبقى انت قول لهم تسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على سنته. اقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دور على دينك، انصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قدم اعتذار عملي للنبي بالتزامك انت بسنته وبمشيك انت على طريقه. هذا الكلام كلام خطير، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. الامر جنة ونار، الامر مش لعبة. الذين انشغلت عقولهم واستهلكت نفسياتهم في التفاعل مع احزان الدنيا وافراحها غدا سيندمون، غدا سيندمون وقت لا ينفع الندم، حينما تفجأهم الاخرة، حينما يفجأهم موت الفجأة او يفجأهم الموت فيصبحوا من امر الاخرة. لما يقفوا 50,000 سنة في ارض المحشر والشمس على بعد ميل هيندمهم على كل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطبقوها. حينما يقفون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون اغثنا يا رسول الله فيقول لا املك لكم شيئا قد بلغتكم، سيندمون على كل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فرطوا فيها. حينما ينامون على فراش الموت سيندمون على كل ليلة ذهبت بلا قيام، وعلى كل يوم ذهب بلا صيام، وعلى كل ساعة ذهبت بلا ذكر. العمر قصير، الاعمار قصيرة، ومن يعني رشد فليملأ عمره بطاعة الله وليملأ عمره بالالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا نضيع الأعمار يا خلف الله. وبعد كده نيجي على الصراط اللي منصوب على شفير جهنم اللي يعني مش مصورة على البحر المتوسط وبيتقالك عدي، ده الصراط منصوب على شفير جهنم وبيتقالك عدي، ساعتها هتعمل ايه؟ موضوع كبير، الآخرة كبيرة، الميزان أمره خطير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن فيه السماوات والارض لوسعها. يعني حجم كفة الميزان اللي بيتوزن فيها عملك لو اتحط فيها السماء والارض توسعها كفة الميزان. فمتى ستملأ هذا الميزان؟ فمتى، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ستملأ هذا الميزان؟ هتعمل ايه في اول ليلة في القبر؟ هتعمل ايه في اول ليلة ليك تحت التراب؟ هتعمل ايه لحظة البعث حينما يتجمع ذرات التراب بتاعت جسدك من مشارق الارض ومغاربها؟ النهاردة الفجر الامام كان بيقرأ وقالوا اذا ضللنا في الارض ايننا في خلق جديد. ضللنا، يقول لك ضل اللبن في الماء، ضل الماء في اللبن، لما تكب كوباية مية على برميل لبن يقوم المية تطوخ وسط اللبن. ضللنا في الارض بقينا تراب وكل ذرة تراب راحت في الشرق والغرب. ربنا بقى يرجعنا لحظة ما ربنا يرجعهم، لحظة ما ربنا يقومهم تاني، لحظة البعث، لحظة او يوم الفزع الاكبر. ماذا سيفعل الناس وقتها؟ اللحظة اللي ربنا قال عليها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما يلاقوا البهائم بقى التراب يقولوا يا ريتنا كنا بهائم بس ما كناش، غفلنا عن دين الله في الدنيا. بهذا المنظر الامر خطير والاخرة عظيمة، وما نتكلم فيه هو قضية جنة او نار. احنا مش بنتكلم في فضل، احنا بنتكلم في فرض، احنا بنتكلم في من كان عنده دين. اللي عنده دين يشوف دينه، اللي عنده دين ينصر دينه، اللي عنده دين يلتزم بدينه، اللي عنده دين يصدق دينه، اللي عنده دين يتبع دينه. اما ان يصبح المسلمون في غفلة عجيبة وفي حالة من التوهان الذهني غريبة لا تستطيع ان تكلم احد، حاسس الناس مش مركزة، مش في الاخرة يا اخوان، مش في الجنة والنار، مش في مصيرك. مش بنتكلم عن بنطلون في فاترينا معكش فلوسه، ولا مادتين في كلية طلعت بهم السنة اللي بعدها وكان نفسك تطلع نظيف، ولا عروسة كان نفسك تتجوزها وابوها جوزها لواحد تاني. ده بنتكلم عن مصيرك، اما الجنة ابدا او النار ابدا. احنا بنتكلم عن المصائر. فكما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرة، الدنيا لها قدر والاخرة لها قدر. اسأل الله سبحانه وتعالى اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا
اللهم أعنا على نصرة نبينا، اللهم اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نعتذر إليك مما فعل المتخاذلون عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إليك مما قاله الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى. اللهم اجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن مقامع النار، ومن سلاسل النار، ومن اغلال النار. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أجرنا من عذاب القبور، اللهم أجرنا من عذاب القبور، اللهم خفف علينا سكرات الموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قوم في رضاك عزمنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين، اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة، اللهم الحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.